جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وش أعلى جبين. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وش أعلى جبين. اشتقنا على بعلبك وقلعتها، اشتقنا لزحلي وجرن كبتها، البيت شباب اهدني الحصرون، صوفر لا علي بحمدون، الجسين الباروك لبعقلي. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السما ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وش أعلى جبين. اشتقنا الفالوغة الحمانة، الشوير البشر. هاي حبيبي البسطة الميروبة الفارية، التل التحريصة الصخر النوبي. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السما ما في مثل لبنان، لبنان لقاؤنا واجتماعنا اليوم مميز، مميز بوجودكم معنا ومميز بمحتواه. My name is Anwar Rabah. I am honored to stand before you this afternoon. I am excited to be the sponsor of this function. Thank you. Muhammad Rabah and Radwan Abu Faisal, they have known each other for over 30 years now. 30 years, and they still talk to each other. And that's a good thing. Their bond, their relationship, and their friendship got stronger and stronger over time because they have many things in common. And what stands out the most, their passion for poetry, their love for their culture and their heritage, and their commitment to keep our binding power, our language, alive. Muhammad is my brother and I love him dearly. Radwan is like a brother. We knew him since he came to Canada. He's like family to us. And we have a great deal of love and respect for him as well. We're going to start by sharing Fatim Lake with Sharing with Adeed. Ustaz Ahmed Tannouri. بيوم توقيع كتابي رضوان عمل علي نكتي. أنا ما رح نكت علي بآخر الكلمة. بدي أمزح معه بس. صار لي سنة مستني هالفرحة حتى غني، من قلبي جاي يهني محمد رباح ورضوان. قالوا الأدب، قلنا لهم عنا الجواب، ورقة وقلم ما بيعملوا صفحة كتاب. قالوا الأدب، قلنا لهم عنا الجواب، ورقة وقلم ما بيعملوا صفحة كتاب. لكن إذا الأفكار سالت على الورق، تفتح نوافذ نور ينحدى الغسق، بيفيض موج الحب بحقول الدنيا، تارك على صفحاتها أجمل كتاب. غربلت بغار الشعار تعرف شو فن وانصار، واحد حلق بيت فوق الغيم والثاني شويع مسار. ومنهم علق فوق الريح
حد النجم مستريح، أما اللي هاوي تشبيح بعد مقصر خلف الزيح مثل الريشي بالعصارة. وواحد مغرور وثرثار ومنهم جاي يتعلم والباقي بيلعب بالنار. الصقر اللي تحدى الأرياح فوق القمة عم يرتاح تتعبر مدرسة الشعر عبابة قفل ومفتاح تطلب موعد قبل الظهر تبقى شاعر عند العصر ما زالوا عم يقضي الأمر الأستاذ محمد رباح. الشعر الغالي أوزان موسيقى شتى الألوان فيه الفكر وفيه الذوق والكلمة معنى الإنسان. الناس اللي جاي حتى يبوح عاجبينه بتقرأ العنوان كلماته بتشد الروح وتذكرنا بلبنان. طعن المزح ما أرقى برمة جسمه كله على بعضه كسمه بكرة رح بروز اسمه سموا الجنة باسمه والجنة يعني يا باني مدرسة الشعب انت ورفيقك رضوان هو الموج وانت البحر وعلمينا طاف الديوان ويرفقي كل العمر انتو العز وانتو الفقر ونحن اغصان الارزي مسلم مسيحي ودرزي تجمعنا حبة لبنان. منن شو بدن بعد مندي شو بدن بعد. هذا المؤلف اللي كتبه الاستاذ رضوان ابو فيصل كتاب بيقول فيه سلمى توفى بعد مد رفيقها تندر على نقطة مي نشف ريقها. عيد الله. سلمى توفى قبل مد رفيقها تندر على نقطة مي نشف ريقها وبريقها فخار من جمعة انكسر صاير انا البريق بدي بريق. الله يا اكبر. الشاعر رضوان بن فيصل سخر الكلمة للتعبير عن صور جميلة عندما قال اعطيتك الكون وضحكت وظلت تخار وخلي اللي عينه دمع ضحكي تندلي وعدي لك تضحكت رح اضحك معك واندق ايدك شو وديه وديه. وين فيكتوريا وسارة؟ Vicky, come up here, and Sarah, come up here, please. خدي صورة وتعي يلا. أنت وأختك سوا. عم شو هالجمال هيك؟ شو هالجمال هيك؟ كيف لابسين مثل بعض؟ هذا الكتاب وانا مش راح تسمعوني كلمة سادة تسمعني. هذا الكتاب انعمل خصوصي لفيكي وسارة ولكل اولادنا كله واللي بعد مش هون انه بيوم من الايام يمدوا ايدهم على المكتبة عندهم ينزلوا هالكتاب يشيلوا عنه الغبرة ويقولوا للبنانية والسورية والعراقية والأردنية وكل الجاي من الشرق الأوسط وبيحكوا كلمة عربية كان في عنا شعراء تكتب وألفت كتب بكندا وانبسطوا فيهم وإن شاء الله يا بابا يكون هذا ميراث تراث It's a legacy from us to
to all of you. So you bring it down from the shelf, dust it off, and share it with all those lovely, you know, artists and poets. Thank you. قال لي بي من جملة ما قال لي، بس بدي أقول لكم شو عمل أول شيء قبل ما يقول لي. قال لي بي وعي الآن، يلا يا سارة ويا بيكي عدوا يا بابا، بي وعي الآن، بالو على العجين، ولع بابور الكاس، حضر ركوتو وأحح تيوعوا هالولاد النايمين من دونهن معتاد يشرب قهوته. حلو. وقال لي هاي الرسيلة حالا فتحت هالصفحة، قال لي مرتك يا ابني، مرتك يا ابني زدلها نتفة غناج، مرتك يا ابني زدلها نتفة غناج، وإنك تحبها كتير بدي حلفك، خايف إذا شي نهار ما رأى المزاج تلعن الجيبك عالدني وتخلفك. وبيي ومرتك يا ابني زدلها نتفة غناج، وإنك تحبها كتير بدي حلفك، خايف إذا شي نهار ما رأى المزاج تلعن الجيبك عالدني وتخلفك. تطلع المسبي لإله. بيني الله، بيني وبينك صار في حكايات. أنا عم بفتح الكتاب هاي بتشوف بيطلعكم صحتين على قلبك. بيني وبينك صار في حكايات، نسيهن يا الله. اسمع، مشتاق لك، امبارح قطفتن هالعشر كلمات وفيهن شعر عم قول يلبق لك. خايف علي تكون مش راضي، وكل الصلاة صليت ما بترضيك، جاي تقلك وبقلب فاضي، ارحمني يا الله ان كنت بالماضي معلق بدنيا فانية ومش فيك. ياما نكرتك عالصبح يا رب، وقلك يا الله احكي وما تحكي. امي اخدتها ورحت، سبع اولاد صغار وماتت امي صبيه. امي اخذتها ورحت، وجعتني بالموت حتى كفرت وبكيتني دم ودمع تشبعت. اغفر لي لاني قلت انك ما عندك قلب وانت معي موجوع وبتبكي. بعد وحده، بعد وحدة. اتفقنا خلاص، بعد وحدة بدنا نقول لهم مني شو بدهم بعد هالحلوين. بدنا نقول عن هاي تبع العنوان. اكيد. مني شو بدهم بعد هالحلوين. مني شو بدهم بعد هالحلوين، يلي اعطيتن عمر معتق كأنه الخمر، عشفافن سكبتو ومعهن انا شربتو، وبعدن لهلأ هن سكرانين هالشقر منهن والسمر والبيض وخدودن حمر، ولبستن تنانير وفساطين منهن حسد، شومات خياطين إلهن عراوي كبار وزرار نتفي صغار، وكل ما خلص مشوار لاقي شي خمس زرار مفكوكين، ومني شو بدهم بعد هالحلوين. يمكن كلكم شفتوا الكتاب اسمه بعنوان الكتاب كلمات على الطريق، كلمات من القلب، كلمات الحكمة والإبداع، كلمات التفاؤل والأمل،
كلمات مبنية على قاعدة الشعر الكلاسيكي العمودي القائم على الوزن والقافية. سرقت سكريبت من الكلمات على الطريق، منها بيقول: ما للمليحة لا تأتي كعادتها، أعاقها طرب أم صدها شغل، أم ضاع منها بعتم الليل منعطف تأتي إلينا به والركب مرتعل، لكن قلبي عنها ليس منشغلا طول الحياة وما لي غيرها أمل. لو تعلمين إذا ما غبت حالتنا لم اعتذرت ولا طابت لك العلل. نفسي فداؤك قد أحللت في سقما يكاد من حره الأعضاء تنفصل، لو أن غادية منه على جبل لمال وانهك من أركان الجبل. أستاذ الشاعر محمد رباح، الله يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم. تحية شعر مني لكم جميعا. إليكم: عندما أقبلت صارت دروبي زنبقا فرشت وعطرا، وحرت بأيكم يختال قولي، وكيف يصير للأجيال ذكرى، فأعددت اليراع لملتقانا، فأعددت اليراع لملتقاكم فلا يبقى على المألوف حكرا. أحييكم من الأعماق شعرا وأشمل في ثنايا الشعر شكرا، سأدعو الله في سري وجهري ليجعل منكم للشعر ذخرا. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، وبدي أشكركم كثير على حضوركم وعلى أنكم أخذتوا وقت كافي لحتى تشرفونا وتشاركونا بهالأمسية، وبدي أشكر على وجه الخصوص أخي أنور على استضافتي لهالأمسية. حتى خليكم تعرفوا، ما بقول سر انه هو كان اول واحد تبرع لأمسيات شعرية وشجعنا على الاستمرار. شكرا يا اخي العزيز. انا ما رح اقرأ لكم من الكتاب، الكتاب معكم وانتم كلكم شاطرين وبتعرفوا تقروا، رح اقرأ لكم شعر جديد. او بيقول لك لا مش بيقول هذا الديوان الجديد. القصيدة الجديدة عنوانها لبنان كما احب ان يكون. ايوه مش مثل ما هو. لمجدك من فنى التاريخ جئنا، نلملم من سنة الماضي عطورا، وأكتب عن رموز الفكر سطرا يزيد بدفتر البال سطورا، وأركع في حمى المحراب خوفا فيعلو صوت قرطاسي صريرا، وأسمع من صدى الأجيال صوتا تردد في مسامعنا هديرا، وأنقش حول هيكلك الأسامي لفخر الدين كانت أو بشيرا، على شطآنك التقت الأعادي فصار الرمل من شمخ صخورا، وخلف الصخرة الصغرى رجال على من دنسوا كانوا ثبورا، غزونا العالم الأقصى بأهل غدوا في الموطن الثاني بدورا، تنير الدرب في الآفاق فكرا وشعرا سجل الراوي غزيرا، بنى أهلوك للإنسان حرفا فصار الحرف للأجيال نورا، وفي ديوانك الراقي شموخ وفيه المجد منقطع نظيرا،
إذا جار الزمان عليك يوما بنى من حولك الأبطال سورا على جبراننا التقت الأيادي على جبراننا التقت الأيادي فصار بفنه الراقي شهيرا أبو ماضي تألق دون شك بروح صار في الطين صار في طين أسيرا وحدث عن نعيمة دون خوف سيبقى في تألقه دهورا وللمألوف في قلبي سلام على ما أبدع الشعر الوفير أحيي منهم الحداد أحيي منهم الحداد أدعو رشيدا يبلغ الجر المثير إذا غابت نجوم الفكر قلبي سيبقى بعد غيبتهم حسيرا ولو شابت نواصي الفكر يوما جعلنا الفكر للقاسي غديرا ومنا حين نختار القوافي يصير الشعر سهلا بل يسيرا فما تعب اليراع وما استبيحت مرابعنا وما أضحت هجيرا قلتم منا بالنيابة عن الأخ رضوان وبالأصالة عن نفسي بشكركم كثير على حضوركم وعلى مساهمتكم بهالأمسية اللطيفة شكرا جدا I can tell you one thing that I can't make a living writing poetry It's gonna be very damn tough Thank you guys, I think that was beautiful الكلمة الأخيرة يلقيها ممثلاً سعادة السفير اللبناني فادي زيادي بيروى يلقيها سعادة القنصل الفخري في تورنتو السيد غريغوار بوستجيان مثل بقى الأنوار بطل فينا نحكي اليوم بسم الله عليكم الله يخليكم شيخ يوسف يحيى أستاذ رضوان، أستاذ محمد والشعراء الموجودين والحضور الكريم أول كلمة بحب أنقلكم كلمة السفير اللبناني سعادته فادي زيادي بهنيكم وبيبعثكم تحياته وبأكدكم أنه الصفاء والأنصليات كلنا بظهركم إحنا حنشجع كل شيء في عمل ثقافي كل شيء في جمعيات مين ما كان يكون عم يشتغل للبنان ليبقى حضارته وثقافته بالعالم كله نحن بظهركم سو كفوا هالشغل عم تعملوه وشجعوا غيركم شجعوا اليونج بيبل ليكفوا مسيرتكم وتأكيدا لذلك انا اليوم موجود هون وبتذكر وقت اجوا لعندي على البيت استاذ رضوان واستاذ محمد وطلبوا منا نكون نحن بجنبهم طلبوا مني انا شخصيا اكون قلت له بهالمستوى بتكون السفير يكون هو يمثل الحفل اليوم وشخصيا حكيت للسفير وطلبت منه هو يحكي معهم ويعطيهم الدعم اللي بيستاهلوه ثانك يو يا حبيبي هلا من ناحيتي انا شو فيي لكم وبالعلامة طلبت من السفير يبعث لنا كلمة لنقراكم قال لي جابوها شو بدي احكي لهم؟ انت الف لك شيء بيتين شعر وقال لي قلت لهم بيتين شعر ما حد نيم الناس بهالعلم العظماء اللي موجودين بيناتنا وبحق لنا نحن نعمل شعر بقى عن جد انا فخور كثير فيكم بكل الشعراء الموجودين بيناتنا استاذ تنوري، استاذ محمد، استاذ خالد يعني انتو عن جد بتبينوا وجه لبنان الاختراب وان شاء الله كتبكم الكتب اللي عم تعملون تنشرون تبعتون على كل بلاد العالم ليقرون ومثل ما انتو قلتوا انه عم تكفوا مسيرة جبران خليل جبران مخيل نعيمي، سعيد عقل كل الشعراء اللبنانيين انا بقول وبأكد
انه انتوا حطوه بهالطافله يوما ما. الله يرفع عنك. ما حنقبل غيرها. مثل ما بتعرفوا ما بقاش عنا نحن شعراء مثل الاول. فأملنا انتوا تكفوا وتشجعوا الجيل الجديد ليكفي مصيبتكم. وبالنسبه لنا اكيد نحن عم نعمل شأن عام لنساعد الجيد، ان كان السفير ان كان حضرتي او مين ما كان. بس نحن ما عم نعمل يمكن 1% اللي انتو لازم تعملوا وعم تعملوا. وانا بالنسبة لي كل واحد بيشتغل للبنان بيروج لبنان، ثقافة لبنان، لغتنا اللبنانية والأدب اللبناني هو أول سفير وأول أنصر. عشتم وعشتم الأدب وعشتم.